هل جئت لي بالأخبار جون كوت؟ كورد أوغلو اجتمع مع السادة ويبدو أنه مخلص لك، وقال أن همه الأكبر هو البحث عن الخائن. استمر بالمراقبة ولا تجعل عينيك تفارقه، قد تكون خدعة منه. أنا بأمرك يا سيدي. إن لم يكن كورد أوغلو الخائن، فمن هو؟ أردت أن أنام ليلة واحدة وأنا مطمئنة. ولكن بعد الذي حصل مع أخي أحس أن قلبي سينفطر. لا أحتمل فكرة أن أخي موجود في تلك القلعة. كيف سأقول لك اذهب وأحضر؟ لم يبقى لنا ولا لقبيلتك ولا لك مكان آمن. والآن يا جيت، لا شجاعتي ولا سيفي الذي أحمله يعطيانني القوة مثلك. لا تقولي هذا، سأذهب للقلعة وما يحدث بعدها هو تقدير الله. سيدي أتسمح لي؟ تعال دوغان. سيدي، ساريكاي قتله الصليبيون ولم نلحق به. حتما قد علموا برؤية حمزة له عند خروجه من الخيمة. لم يتركوا خلفهم أثرا. بقي سؤال، من الخائن؟